كشف المتحدث باسم الجيش الليبي العميد احمد المسماري وجود من يحاول التشويش على مؤتمر الضباط في القاهره الى جانب وجود مؤامره ضد الجيش واعلن المسماري في مؤتمر صحفي توصل الضباط المجتمعين في القاهره من جميع مناطق ليبيا الى اتفاق بخصوص العلاقه بين القوات العسكريه والقياده المدنيه مشيرا الى ان هذه الاجتماعات بلورت فكره اعاده هيكله الجيش مضيفا ان مخرجات اللقاءات في مصر قيد الدراسه داخل قياده الجيش هذا وشدد المسماري على ان ليبيا لا تقوم الا بمؤسسه عسكريه وجيش قوي